فنانات رفضن الزواج من دون جوان العرب رشدي أبابا. يسرى جمع الفنانين عدد من الأعمال الفنية، كان أولها فيلم بياضة في بداية مشوار يسرى الفني، وكان رشدي بطل الفيلم. دار بين الثنائي إعجاب متبادل في كواليس التصوير، واستمرت هذه المشاعر ما بين إعجاب وتودد فترة طويلة. فارق العمر لم يشكل أي مشكلة بالنسبة لرشدي أباضة الذي كان يكبر يسرى بعشرات السنين، وقد تقدم لعرض الزواج منها، إلا أنها امتنعت عن تلك العلاقة بحجة أنها أصغر من ابنته. الفنانة ماجدة. عاشت ماجدة بوادر قصة حب مع رشدي أباضة بعد أن جمعتهما عدة أعمال فنية سوياً، كان أبرزها فيلم حواء على الطريق. وبعد أن اتخذ رشدي قراره بالتقدم للزواج منها، رفضت ماجدة تلك العلاقة بسبب علاقاته النسائية المتعددة، وفضلت أن تبقى صديقة له فقط، ذلك إلى جانب أشقائها الذين كانوا أصدقاء مقربين أيضا من رشدي، ورفضوا هذا الزواج بوصفهم أنه غير مناسب لها. هند رستم. كغيره من الرجال في تلك الفترة، وقع رشدي في حب الجميلة هند رستم ولاحقها فترة طويلة، واعترف بإعجابه بها وحبه لها، إلا أن قلب هند كان مشغولا بحب الدكتور محمد فياض، فرفضت حينها عرض رشدي أباضة بالزواج منها. سميرة توفيق. جميلة من لبنان وواحدة من اللواتي خطفنا قلب رشدي، حيث وأثناء مشاركة رشدي لسميرة في فيلم بدوية في باريس أعجب بجمالها واعترف لها بإعجابه فورا، ويوما بعد آخر وقع في حبها ليعرض عليها الزواج، إلا أن الأخيرة رفضت تلك العلاقة. وفي تصريح لاحق لها، أوضحت سميرة أنها من عائلة محافظة جدا، ولم يكن هناك أي أمل بإكمال تلك العلاقة بعد أن بدأت، لذا رفضت الارتباط به وأسندت ذلك إلى النصيب. سميحة توفيق. على مدار فترة طويلة أعجب رشدي بالفنانة المصرية سميحة توفيق، وعرض عليها الزواج عدة مرات، وفي تلك الفترة أيضا كان حبها يكبر في قلب فؤاد المهندس الذي عرض عليها الزواج بدوره، وظل الثنائي يتنافس على كسب قلب الفنانة الجميلة التي لم تتزوج أيا منهما. زينات علوي. الراقصة المصرية التقت رشدي أباضة في العديد من الأعمال والأفلام، حتى باتت وجها مألوفا إلى جانبه، وبدأ حبها يتسلل إلى قلبه بعد أن أفصح عن إعجابه بها مرات كثيرة، لكن وعندما اتخذ قراره الجدي بالارتباط بها تراجعت زينات ورفضت تلك العلاقة، حيث كانت تعاني عقدة من الرجال بسبب معاملة والدها القاسية لها. إضافة إلى ذلك، رفضت زينات خيانة صديقتها سامية جمال والتي كانت زوجة رشدي أباضة في تلك الفترة. تحية كاريوكا. على الرغم من زواجها لاحقا منه، إلا أنه وفي بداية تعارفهما كانا صديقين فقط، وقد أوضحت تحية بعد سنوات طويلة لاحقة أن رشدي كان صديقا مقربا منها، وقد وقع في حبها وظل يلاحقها 3 سنوات يطلب منها الزواج في كل مرة يقابلها وهي ترفض بدورها. وعن أسباب رفضها، أوضحت تحية أنها كانت تخاف من انتهاء علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، وفضلت المحافظة عليها، وأضافت أيضا أنها كانت مشغولة بعملها الفني في بداية انطلاقتها.